بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل اليوم في المحور الثاني، ونرحب بالسادة المتابعين. وإن شاء الله اليوم نشتغل تصنيف الخدمات. الخدمات تصنيفاتها كثيرة يعني، فإذا مسكنا هنا قال لك تصنيف حسب نوع سوق العميل، اللي هو بيكون تصنيف استهلاكي، مثل يعني مثل الرعاية الصحية والتأمين، ده يسموه استهلاكي. وحسب سوق العميل اللي هو مثلا الأعمال، يعني يكون نوع استهلاكي ونوع من الأعمال اللي هي مثلا تدقيق الحسابات والمحاماة. التصنيف الثاني قال لك حسب كثافة العمل، اللي هو تتطلب طرق إنتاج كثيفة، يعني فيها كثافة شوية كده، كثافة بشرية. والثاني قال لك لا تتطلب طرق إنتاج مثلها، ما تتطلب كثافة بشرية كثيرة، يعني مثل الصراف الآلي. بعد ذلك هنا عندنا تصنيف درجة الاتصال بالعميل. اتصال عالي يعني يكون معاك الصحة المنفذ الخدمة، ده بيكون على اتصال عالي، مثل الطبيب، يعني الطبيب الجراح، يعني يكون معاك ملازم، معاك المحامي برضو إذا عندك مثلا حاجة قانونية بيكون ملازم، بيكون درجة الاتصال بتاعتك معاه بيكون عالية. يعني اتصال متوسط مثل المطاعم والمسرح، يعني متوسط زي المطاعم دي شنو؟ يقوم مثلا يجي يقول لك يا أخي يعني عايز شنو، يعني طلباتك شنو مثلا، يكون أقل يعني متوسط شوية كده. اتصال منخفض مثل الصراف الآلي، اللي هو مثلا عندك خدمات تصرفية، يعني الزول اللي بيقدم لك مقدم الخدمة ما بكون عليه مثلا زي الخدمات الطبية، الاتصال بيكون عالي لأن أنت بتمشي للطبيب وبتحكي له مشاكلك وبتحكي له أمراضك، المحامي برضه عندك قضية قانونية وبتحكي له. فبتجي في الناحية الثانية اللي هو الاتصال المتوسط اللي هو المطاعم، يعني الاتصال بتاعه بيكون مع صاحب العامل في المطعم، بيجوا يعني على قدر يطلب منك عايز شنو، يعني تتعشى شنو الطلبات اللي عندنا كده كده، بيكون على درجة متوسطة. في اتصال منخفض بس الصراف الآلي، يعني مثلا عندك خدمات تصرفية عايز تسحب، عايز تودع، عايز تعمل حساب، بتمشي الصراف الآلي، تستخدم الماكينة دي، يعني ما بكون في حد قدامك، يعني مستوى الماكينة معاك. في تصنيف قال لك القابلة للتسويق، في خدمات قابلة للتسويق وفي خدمات غير قابلة للتسويق. الخدمات أغلب الخدمات يعني يكون عندها تسويق، يعني مثل الخدمات المصرفية، الاتصالات، الخدمات الطبية، يعني جزء من الخدمات الطبية كبير جدا عندها تسويق. الحاجات مثلا كانت في السابق كانت ممكن ممنوعة من التسويق زي الرعاية الصحية، يعني دي كانت يعني غير إنك يعني غير قابلة للتسويق يعني. تاني عندنا التصنيف الوزن النسبي للخدمة، يعني ده قال لك مثل الطائرات، يعني تخدم قطاع النقل، يعني بمعنى انه يعني تخدم قطاع النقل بنسب أعلى الطائرات. مشاركة العميل من خلال المشاركة الكاملة للمستهلك مثل الجراحة، يعني العميل بيكون مشاركة كاملة، يعني تجرى له عملية الجراحة كده. التباين وعدم التجانس، اللي هو التباين يكون في الخدمات الشخصية التي تقدر من قبل الأشخاص، يعني تكون مختلفة من خدمة لشخص لشخص، يعني زي الحلاقة الحاجات دي. أسلوب التقديم، تقديم الخدمة بشكل علاقة مستمرة بين مورد الخدمة والمستفيد. طبيعة الخدمة، يعني خدمات يكون الطلب عليها ثابت وأخرى متذبذب. ده كله تصنيفات يعني، والأهمية بالنسبة للعميل، بعض الخدمات تشتري بشكل دائم وأخرى تشتري بشكل عرضي. يعني في حاجات أساسية مثلا زي الخدمات والاستشارات الطبية، دي بتكون مثلا بشكل دائم يعني، واتصالات كلها الخدمات المصرفية، في حاجات كده مثلا بتكون بتطلبها مرة في السنة، تأمين على السيارات، تأمين يعني تعمل التأمين الوثيقة مرة واحدة وخلاص، ثاني إلا السنة اللي بعدها يعني.
نجي هنا لخصائص الخدمة، ودي إن شاء الله نشتغلها في العنوان الجاي إن شاء الله. شكرا جزيلا.